ستسأل نفسك عن معنى الحياة، وستواجه الفناء والإحساس بالفراغ وألم الرحيل. ستبتعد عن الآخرين لتواجه مخاوفك وحدك. فالمعركة التي تخوضها معركة داخلية، سيعلمك الصبر، سيمزق الأمان بداخلك ويبعث القلق والاكتئاب. إياك أن تظن أن رحلة التشافي سهلة، فالهدف منها أن تكون عذباً حتى تصل إلى الحب اللامشروط مع من هم حولك أولاً، فهو بمثابة مرشدك الروحي ينقلك حتماً للنقاء بعدما استنزفت من الداخل. هنا ستكون تعلمت المرونة مع نفسك ومع غيرك، فلو أرادك الله صلباً لخلقك صخرة، ولكنه أرادك رحيماً لطيفاً.